دونك هو كيف يحكي لي الحق انا عارفش حتى كي نحكيها تو نتاثر فهمت اسرائيل اليوم هيك كانت في فتره مات تبول بسرقه في البيسين اليوم وصلوا الى درجه من القوه والتبوريب واللي هما يقولك يقولك احنا نبولوا من اعلى بلونجوار في البيسين انتوما كنتوا تحبوني وتكبروا بيا وتعيطولي وتستدعوني وكل شيء على خاطر انتوما اوفيد فوزيت غاسيست والعرب ما همش باهين الكل هم مع بعضهم لكن هاوكا تطلع من الزبله نواره وين هي النواره وين هو لو بون سوفاج علاش انت هذا يا انسان عنده كولونيزاسيون فوق راسه من عام 48 انت ما تحسبوش ريزيستان كيفاش انا استيقظ كل يوم في عالم نعرف اللي هو طلع ما فيش قانون غابة معناه في الاخر ما فماش قانون ها طلعت ما فماش وليو العرب عبيد فاتاليست عايشين لور هوميلياسيون اما اكلي بهكا تسليم استسلام علاش هما صنعوا من بلدينهم جنة فوق الارض وانتي بلادك عملت فيها اكثر من اللي عمل فيها المستعمر تخلق القانون باش انا ما نمشيش كل واحد نكره نمشي نبعجه بسكينة ونتعدى ماني انا باش نزيد مرض روحي فهمت تقرا ذوكم ليه دخلت في سلوك مغبيد ساعات يا بنتي مشيت عملتها باش تقول هذه هبلت مشيت عملت ابونمون لواحد جيد توريستيك في اسرائيل وهما كلهم في بالهم معني الغرب واللي يحكيوا لنا على الحقوق والحريات وما ادري شنو في بالهم بشي هذي مكتوب في كتب وهذي فهم دي اسوسياسيون وراتو تجي انت تقول لهم مي يفو ريفنير كو ميم ان بو افون لو 7 اكتوبر بور كومبراندر علاش لو 7 اكتوبر هاي نحكيو هنا اصحاب احنا نحكيو معني ما رانا حد تعملوا برشا فازيت هكيكا قال لك يولي شخص هذا يدخل دون اون ديبرسيون بروفوند اي اون ليتارجي توتال فهمت وهذايا نفس الشيء بالنسبه للاشخاص انا حاسه لي صاير لي هكاك